والحديث أكثر حول هذه الجائزة يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة الشيخة السويدي المتحدثة عن جائزة نون للفنون. حياة الله أستاذة الشيخة، ونورتينا في برنامج أماسي. الله يحييك. يعطيكم العافية. تحدث أستاذة في البداية عن فكرة جائزة نون للفنون تقريبا. انطلقت جائزة نون للفنون في عام 2017 من خلال رواق نون للفنون التابع لمركز كولاج المواهب بنادي سيدات الشارجة، ويأتي النجاح الذي حققت هذه الجائزة في جميع نسخها ثمرة لرؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة نادي سيدات الشارجة، التي أرادت لفتيات وسيدات المجتمع أن يحملن راية الفنون. طبعا مثل ما ذكرتي في هذه النسخة اتخذنا شعار الماضي والحاضر لتسليط الضوء على التغيرات التي يمر بها الإنسان على مر الزمان من خلال الأفكار والممارسات والثقافات وغيرها. جميل. أكيد أستاذة، يعني لكل جائزة لكل برنامج لابد من هناك أهداف تسعون لتحقيقها، نتحدث عن هذه الأهداف من خلال هذه الجائزة. نسعى من خلال هذه الجائزة إلى استكشاف واستقطاب المواهب من السيدات طبعا في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إتاحة الفرصة لهن للتعبير عن الذات عبر اللوحات الفنية. وساهمنا من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز المشاركات على تقديم الأفضل من خلال الأجواء التنافسية خلال المشاركة. جميل. كم بلغ عدد المشاركات تقريبا في هذه النسخة، وهي النسخة الرابعة من هذه الجائزة أيضا؟ شاركت 78 مبدعة ما شاء الله، نقدر نقول من 13 جنسية مختلفة، وتأهل منها 28 عمل فني في مجال الرسم والتصوير الفوتوغرافي، وتم عرض هاي اللوحات المؤهلة في المعرض المصاحب لجائزة نون. نعم. نتحدث أيضا أستاذة الشيخة عن لجنة التحكيم لهذه النسخة، وأيضا الشروط اللي تم تقييم أيضا لهذه المشاركات من قبل أيضا المسابقة. طبعا نحن خصصنا لوائح وقوانين لهذه الجائزة، مثل الالتزام بالفئات العمرية، العمل الفني يكون جديد وما فاز بأي جائزة سابقة، ويكون في مثل حقوق فكرية للعمل الفني المشارك. تم تقييم هاي الأعمال الفنية المقدمة من قبل لجنة تحكيم متخصصة بناء على المعايير الفنية للجائزة، وتضم اللجنة عندنا الدكتورة نجاة مكي، الأستاذة أريا جيترا من نيكون الشرق الأوسط، الفنانة سناء مرشد، والأستاذة جميلة الحسني. وطبعا في آلية لتقييم هذه الأعمال تنقسم إلى ثلاث مراحل، منها فرز الأعمال الفنية مع تطابقها مع الموضوع المطروح، المرحلة الثانية يكون فيها الاعتماد على التقنيات الفنية المستخدمة والجهد المبذول، وآخر مرحلة تختار فيها لجنة التحكيم أفضل الأعمال من حيث التقنيات المعاصرة وموضوع اللوحة في تنفيذ المحتوى. جميل. أستاذة، يعني لابد هناك يعني من تواجد أيضا ورش تم تنظيمها خلال هذا المعرض، نتحدث أيضا عن هذه الورش. استمر المعرض لمدة 3 أيام من 17 نوفمبر إلى 19 نوفمبر. استمتع فيه الزوار بالأعمال الفنية المعروضة في كولاج مركز المواهب. أقيمت عدد من الورش الفنية المصاحبة للمعرض، مثل جلسة حوارية لمناقشة الأعمال الفنية مع الفنانة أولينسا جيفرا من مؤسسة التشكيل، وكان في ورشة تصوير تجريدي باستخدام كاميرا نيكون بدون مرآة مقدمة من نيكون شرق الأوسط، وورشة بصمات على الصلصال بتنظيم مؤسسة الشارقة للفنون. جميل. أستاذة، يعني حابين نختم بكلمة أخيرة توجهينها لكل المشاركات وأيضا لكل من يتابعنا اليوم في هذه الحلقة. الشكر موصول لكل الموهوبات وفريق العمل القائم على الجائزة، وأكيد لجنة التحكيم، وكما أشكر المساهمين والرعاة والداعمين على إنجاح الدورة الخامسة لهذه الجائزة. وأنتهز الفرصة لدعوة جميع الفنانات والمبدعات للمشاركة في النسخة القادمة السنة القادمة بإذن الله، حيث المشاركة في هذه الجائزة مش فرصة لإظهار المواهب بس، بل هي ملتقى فني لاكتساب المزيد من الخبرات، حيث تعد فرصة للمشاركات بلقاء الفنانات من مختلف الأعمار والثقافات والاستفادة من خبرتهم. نعم. إذن كل الشكر للأستاذة الشيخة السويدي المتحدثة عن جائزة نون للفنون، يعطيك العافية، كل التوفيق لكم في برامجكم القادمة بإذن الله. الشكر لكم إن شاء الله.